السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعيني الكرام. طبعا واحنا داخلين على الشهر الكريم، كل سنة وانتم طيبين، بنفكر في أشهى الأكلات نقدمها على سفرتنا، وأهم حاجة المقبلات والمخللات. علشان كده النهاردة الفيديو بتاعي سهل وبسيط وسريع، في 5 دقايق هنحدق أو هنخلل طماطم. يلا بينا ندخل مع بعض ونشوف الطريقة ونشوف المقادير قد إيه سهلة ومتوفرة في البيت. يلا بينا، بسم الله. مقاديرنا بسيطة جدا، معايا توم ومعايا ليمون ومعايا فلفل حراق ومعايا خل وملح وكمون وطبعا أكيد شطة، ومعايا 4 طماطمات، طبعا أي كمية طماطم حابين تحدقوها أو تملحوها. الطماطم مغسولة بقطعها على 4 زي ما احنا شايفين، مش بقطع للآخر، أنا مجرد إن أنا تقدروا تقولوا بشرطها أو بفتحها وبخرج قلبها اللي هيتحشي بالشكل ده. خلاص خلصتها كلها، بعد كده بحضر الحشوة، بضيف كله على بعضه، الفلفل والثوم طبعا مدقوق ناعم او مفروم، على الملح والكمون والشطة، وبعد كده بضيف عليهم عصرة الليمونة وكمان بضيف عليهم الخل، اهم حاجة ان احنا ما نكترش الملح لان الخل طبعا والليمون بيحدقوا معانا التتبيلة. خلاص كده جاهزة على اني احشي بيها الطماطم. هحشي الطماطم مش هعبيها للاخر، طبعا بتاخد اقل من معلقة صغيرة زي ما احنا شايفين، تقدروا تضاعفوا الكمية على حسب عدد افراد الاسرة، ويا سلام لو في عزومة، اكيد سفرتنا مش بتبقى خالية من المخللات ومن طبعا المقبلات. قدمتها على ورق البصل الاخضر، ممكن على اي حاجة خضرة، مع طماطم طبعا حادقة طعمها رائع جنب السلطات. جربوها وان شاء الله تكون سهلة وسريعة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية. كانت معكم نونا الحجيري، صحتين وهنا يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.